صباح الخير، واليوم 26 آذار 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، رح تتبنى موقف محايد تماما عن وضعك الحالي، ومع ذلك رح تتبادل الحلول السريعة يلي ممكن تفتح لك الطريق للتوسع باتجاه ارتباطات مالية أفضل. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن تسوية عاطفية رح تنهي من خلالها أزمتك الأساسية مع الشريك، ومع ذلك رح تبقى الأجواء مفتوحة بيناتكم على بعض الإشكالات اليومية. مولود برج الثور، موقفك نزال على حاله فيما يتعلق ببعض الاستثمارات أو الأعمال الإضافية اللي مقرر أنك تبدأ فيها مع أحد الزملاء في العمل. عاطفيا علاقتك مع الشريك تبدو بحاجة لقراءة تحليلية لتقدر تفهم دور مشاعره تجاهك بظل الفوضى الواضحة اللي أصبحت مسيطرة على جو العلاقة بيناتكم. مولود الجوزاء، تبدو جاهز لإعادة تفعيل دورك المهني بنشاطات ومجالات إلها علاقة بمحيط سابق، ويبدو أن الوضع الجديد رح يلغي فكرة عمل كانت عم بتدور براسك. عاطفيا طبيعة الانقسام بالعلاقة ما بينك وبين الشريك يبدو واضح على الطرفين، وأصبح عم يعكس على مشاعركم تجاه بعضكم البعض. مولود برج السرطان، مستجدات طارئة رح تسهل عليك أجواء التحرر من نفوذ أحد الزملاء في العمل، وخصوصا أنه تأثيراتها السابقة كانت واقفة بطريق استقرارك بشكل ثابت بكافة النواحي. عاطفيا لا تبدو معلوماتك كافية عن مواضيع حساسة بتخص علاقتك مع الشريك، ونصيحتنا لك تتحرى عن الأمر قبل ما تدخل بالموضوع بشكل مباشر معه. مولود برج الأسد، مستجدات طارئة ممكن تعطل خطواتك عن إتمام مهمة مهنية أو معاملة كنت موعود بإنجازها، بالإضافة لقرار جدي رح يساعدك على ترتيب بعض المستحقات المالية. عاطفيا لا تبدو طبيعة العلاقة مع الشريك هي نفسها يلي كانت بينك وبينه بالسابق، وخصوصا أنه الفلك عم يتحدث عن ملامح لظروف جديدة ما عم ترضيك. مولود برج العذراء، ما رح تحصر كل طموحاتك وخبرتك العملية بمفهوم مهني واضح، ورح ترفض الوقوع بفخ الروتين الحالي، وبذات الوقت الفرص تبدو حاضرة للتوسع بشكل أسرع. عاطفيا تبدو بحاجة لدعم معنوي وتأكيد عاطفي من الشريك يضمن لك حماية استقرارك معه من التحديات أو الخلافات يلي ممكن تحضر فجأة بيناتكم. مولود الميزان، عجقة من الأفكار والمسؤوليات المهنية اللي عم بتدور براسك، ورح تتخلى عن البعض منها وتركز على الأهم فيها، وتبدو مهتم بتسريع الخطوات اللازمة بدون تأخير إضافي. عاطفيا مع غياب اهتمام الشريك لمشاعرك ابتدت تظهر حاجتك لملء الفراغ بتضحيات شعورية تجاهه لتلفت له نظره على متابعة أخبارك والتقرب منك بشكل أقوى من السابق. مولود برج العقرب، رح تنشغل على برمجة وضعك المهني باعتبارها هي الخطوة المعنية لترتيب المرحلة القادمة اللي عم تراهن عليها بتأسيس اسمك وسمعتك المهنية بعيد عن جو الوظيفة التقليدية. عاطفيا لا تبدو علاقتك مع الشريك تحت السيطرة، وخصوصا أن التواصل معه أصبح شبه محدود أو مرهون بالكلمة ورد غطاها مش أكتر. مولود القوس، رح تجتهد على توظيف خبرتك المهنية كجزء من الحل اللي عم تشتغل عليه عملية ترتيب وضعك المهني مع محيط عمل جديد، والأجواء تبدو مشجعة. عاطفيا عم تجتهد على وجود قاعدة دفاع عن نفسك وعن مواقفك السابقة تجاه الشريك، والوقت أصبح مناسب جدا للتحكم بنتائج الأمور بينك وبينه بما يرضيك فعليا. مولود برج الجدي، عم يصعب عليك إحياء أمجاد وضعك المهني بالوقت الحالي، ومع ذلك ما رح تقبل تبقى واقف بمكانك بدون ما تجتهد على تطويق الأسباب الواقفة بطريق محاولاتك الفعلية للتحكم بالنتائج المطلوبة. عاطفيا رح تراقب تجاوب الشريك معك على مبدأ التنويع بسلامة استقرارك العاطفي معه، ورح تجتهد على فلترة الخلافات الموجودة بيناتكم بالنيابة عنه. مولود برج الدلو، الفلك عم بيتحدث عن انطلاقة مهنية جديدة لن تخلو من بعض المصالح الضيقة والمرتبطة بأكثر من طرف بوقت واحد، وقد تكون تحت شعار الصداقة أو المحبة الوهمية. عاطفيا ما رح تبقى أمورك العاطفية على حالها مع الشريك، وخصوصا أنه الفلك عم يتحدث عن مصالحة أو تقارب عاطفي بين الطرفين مرتبط ببعض المحطات الحياتية المشتركة. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت. عزيز الحوت، رح تتوصل لبعض المعلومات المهنية يلي بتهمك، ورح تدخل بالتفاصيل يلي رح تسمح لك بتكرار نشاط عمل توقف فجأة بحكم الظروف الطارئة، والأجواء تبدو مناسبة لهذا الجو تحديدا. عاطفيا رح تنسى كل مشاكلك الأساسية والحياتية وتركز على استئناف علاقتك مع الشريك بالشكل يلي ممكن تقدر تغير من خلاله الواقع الحالي يلي عم بتعيشه حاليا. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. تضلكم بألف خير، وباي باي.